Vas-y, je me suis roi. Ouais, roi. كما كتشوفوا الاخوان دينا الرحله ديالنا اللي واحد الساعه دابا كنا السي حميد كيتكرفص علينا في هاد الجوله. بارك الله عليك. ايه السي حميد الله يسلمك رسول الله. ها الجوله هادو ها الله خفتي سجين ساحت الله يستر. يا دي حامل هي الله يحفظك سير اخي على بركة الله. كما كتشوفوا الاخوان باقي متجهين القمة بدلوسن. هاد القمة هادي كتعتبر من اصعب القمم صراحة طويلة صعب. ندير واحد الاستراحه هنايا قليله مع الموسيقى الامازيغيه. كيف كيدور رقصة سواسك كيسفا؟ هيدا؟ ها؟ جود؟ أيوه هذه هي الرقصة سواسة. راه ما قدرتش نصور بزاف ديال اللقطات المسار اللي جوزنا منه لان ما قدرتش تصور لان صعيب
كيوقعت يسالي زهاق ولا شي حاجه، ولهذا ما قدرتش نصور كلشي في هذه الرحله. كما كتشوفوا الاخوان قربنا، كنا هاد الجبل هذا مورا كاين القمه ديال بيغنوسين. صراحه هاد الجبل هذا صعيب بزاف اخوان. دابا وصلنا القمه بيغنوسين، هذه هي القمه الوحيده اللي كنت عليها نتراجع فيها صراحه، وهذه القمه الوحيده اللي صعيبه دقدقتني، وصلت لها بواحد الصعوبه صراحه، كنت عليا نتردد ما نكملش، ولكن ما قدرش. قلت له واخا نبقاو 10 سوايع ماشي مشكل، لابد ما نكملوها صراحه. هذه القمه هذه انا ملي قرات عليها في جوجل هاد اليومين، هذه هي القمه ماشي معروفه بزاف، الناس حتى ما كيعرفوهاش بعداك، وكيعرفوها شويه الناس ديال كازا وهاد الناس ديال الاطلس. ملي قرات عليها في جوجل فعلا جبرت اللي كاتب عليها، كيقول هي من اوائل اصعب القمم في توبقال، هي من اصعب الاوائل، هي من الاوائل يعني الاصعب القمم في توبقال. وحين عيطت بالتليفون اتصلت بهشام بولاتي لانه هو داري بهاد القمم هذوما، سقسيتو بدا كيضحك قال لي اذا طلعتي هذيك، قال لي اذا طلعتي هذيك راه من اصعب القمم، من اصعب القمم اللي كاينين في توبقال. صراحه فعلا من اصعب القمم، انا طلعت الافلا قلت هو الاصعب، طلعت الاجدط قلت هو الاصعب، طلعت انت شدرت قلت هو الاصعب، طلعت توبقال قلت هو الاصعب. ولكن حاليا على حسب الامكانيات ديالي المتواضعه فهذا بالنسبه لي هو رقم واحد فيهم كاملين بهم صراحه، اصعب بزاف. وعاد ما صورتش فيه بزاف لان ما يمكنش يتصور، مستحيل يتصور، تصورش تتصور تطلع غير بيدك وبرجلك. سي نور الدين سي حامد هو هذاك عانى معايا صراحه اليوم، ولكن الحمد لله. تحياتي لكم جميعا.